الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ولن في إطار منتدى الذاكرة الذي ننظمه أسبوعيا بين جريدة المجاهد وجمعية مشعل الشهيد، وهي مناسبة ولن باش نهنيه الإخوة الصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وكذلك ذكرى اللي هي تأسيس فريق جيش التحرير الوطني اللي كان دار أول دورة في كرة القدم وفي ماي 57، وكانت دورة المجاهدة جميلة بحيرد آنذاك. وهي مناسبة كذلك مدامنا على أيام سنحيي 8 ماي مجازر 8 ماي وهو كذلك اليوم الوطني الذاكرة، أننا هذا المنتدى اليوم ربما في لظروف استثنائية نعرف بأن اليوم العالمي للصحافة، كل الإخوة الصحفيين تقريبا ملتزمين بلقاء مع السيد الرئيس في مركز عبد اللطيف رحال، ولهذا بالمناسبة نهنيهم كما قلت، ويشرفنا أن نستضيف طبعا سي ربح زغدان اللي هو كان له الشرف أول واحد اللي قام ببحث حول تأسيس فريق جيش التحرير الوطني قبل أن يكون فريق جبهة التحرير. وكذلك شرفيا معنا في المنصة سي عرباجي مجاهد وعضو الأمانة الولائية للمجاهدين لولاية الجزائر. وكما جرت العادة بداية ننصت وإياكم إلى فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهدائنا الأبرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين، صدق الله العظيم. والآن نستمع للنشيد الوطني. إذن مرحبا بكم جميعا. ما راحينش اليوم ربما نطولوا كثير، ولكن من واجبنا أننا نحيي هذه الذكرى ونواصل العمل تاعنا، وإن شاء الله الأسبوع القادم ممكن يوم يكون يوم الثلاثاء ممكن الأربعاء، يعني خلال نهاية الأسبوع، لأن مناسبة كذلك باسمكم جميعا نتوجه بتعزية خاصة إلى السيد الرئيس المدير العام لجالية المجاهد بمناسبة وفاة الأمة وربي يرحمها اللي توفيت منذ يومين. ويعني والحق راهي أرملة شهيد بالدرجة الأولى وأم السيد الرئيس المدير العام، مناسبة اللي نتوجه له بتعزينا القلبية الخالصة له ولكل العائلة الكريمة.
وكما قلت نبدأ مباشرة بمداخلة الأستاذ ربح زغدان. الأستاذ ربح زغدان باحث في تاريخ الحركة الوطنية والرياضية والثقافية بصفة عامة، مدير سابق للثقافة، عمل العديد من الأبحاث وشارك في العديد من الملتقيات الوطنية والدولية. السنة الماضية كان ضيفنا في مثل هذه الأيام في نفس الموضوع، واليوم ربما مرة أخرى يشرفنا أن يكون معنا أخونا وصديقنا سي ربح. تفضل. مشكور. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسعدتم صباحا هاته الوجوه النيرة الفسيفساء من أبناء شعبنا، من فنانين، مثقفين، أساتذة، مجاهدين، أبناء الشهداء، زملائي طلبة في القاهرة، زملائي في العمل في الحركة العمالية، في الحراش، في أماكن أخرى. أهلا وسهلا بكم في هذه الصبيحة، وأخص بالذكر أننا نيابة عنكم أزف التهنئة إلى أبناء الإعلاميين في كافة المجالات وكافة القنوات، ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق باش يسلطوا الضوء على هذا الوطن وعلى اهتمامات الشعب الجزائري، وتوصيل الرسالة التي يجب أن نصل إليها. كل هذه النقاط، العلم والأخلاق وكلها، فهي رسالة. أما الوطن فهو أمانة. أسعدتم صباحا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بين هذه القامات، خاصة الشيخ والأستاذ والمجاهد العرباجي الذي أعرفه منذ سنوات في منطقة باب الواد والقصبة، واهتمامه بتاريخ الثورة في منطقة القصبة، زميل عباد مشعل الشهيد الذي ما فتئ يقدم محطات تاريخية طبعا عن الجزائر، أعلامها ومعالمها، شهدائها، شخصياتها، وهذا أمر مهم لتسجيل طبعا مثل هذه الأحداث وإرسالها عن طريق وسائل الإعلام المحترمة إلى أبنائنا، إلى أسرنا، لتعزيز اللحمة الوطنية وتعزيز هذه الروح النضالية وإيصال ذلك الصدى الذي لازلنا نسمعه في أذننا ونراه هكذا كأمل في مستقبلنا من أولئك الشهداء الأبرار الذين ضحوا من أجل استقلال الجزائر الغالية، جيشا وجبهة وكل هذه طبعا الفئات التي يجب أن نقدرها ونعطيها مكانتها في بناء الدولة الحديثة، الدولة الجديدة، مستقبل أبنائنا ومستقبل الجزائر بصفة عامة. إذن اليوم للمرة الثانية لا أحاول أن أغوص في محاضرة كلاسيكية، كنت قد عملت بحثا حولها منذ سنة 82، وبالمناسبة اليوم سوف أسلط الضوء على فئة من شبابنا، وكذلك كيف كانت الحركة الوطنية الجزائرية تمتزج بالشباب في مختلف الفروع، فهذا في الرياضة، وهذا في الكشافة، وهذا في كطالب، وهذا في جوانب أخرى. وهذا هو الشيء المهم الذي يجب أن نسلط عليه الضوء اليوم، خاصة ونحن اليوم في أشد الحاجة للكشف عن تاريخنا اللي موجود في الجبال وفي الأرياف وفي القرى وفي المدن، ومخبي حتى في أفكار المجاهدين والمثقفين والممثلين والمسرحيين والفنانين والشعراء والأدباء وغير ذلك من الفئات الاجتماعية التي ساهمت في طبعا هذه المقاومة، وكذلك في الثورة التحريرية، وكذلك في مرحلة البناء والتشييد. اسمحوا لي
أن أعود بكم، لأن هذه الأفكار جاءت مباشرة بعد الدخول الاستثمار الفرنسي للجزائر في سنة 1830. بدأت الأفكار بعد ذلك، بعد الضغط الاستعماري، بعدما نزعوا منا الأراضي، بعدما قتلوا أبائنا وأجدادنا، بعد تلك المقاومات التي وقعت في العوفية في هذه المناطق وفي كافة المناطق والبلدان والمدن التي بدأت فرنسا تزحف عليها في سنوات متعاقبة. بدأ الوعي الفكري للشعب الجزائري يسترجعه من خلال تلك الأعمال الإيجابية التي ناضل من أجلها تحت القهر وتحت ظل الاستثمار الفرنسي. يسعدني جدا أيضا أنه عندما نتكلم عن الشهداء، عندما نتكلم عن المآثر، عندما نتكلم عن علمائنا، يجب أن نتكلم أيضا على فئات أخرى التي ساهمت وقدمت، مثل المرأة التي كانت أول شهيدة، تزاير شايب في الحدود التونسية المغربية، هذه القصبة التي قدمت قوافل من خيرة بناتنا، هذه طبعا المحطات يجب أن نسترجعها. لهذا أرجع معكم إلى الثلاثينيات 1830 لغاية 1867، وهي المرحلة التي سلط عليها الاستثمار الفرنسي طبعا في ذلك الوقت تلك العنجهية، أخذ الأراضي، الاستيلاء على المناطق التي ما زال ما وصلهاش، مقاومة المقاومين الجزائريين، القضاء على المقاومين الجزائريين بمختلف مراحلهم، وانتم تعرفوهم من الأمير عبد القادر إلى كذا إلى فاطمة السومري إلى غير ذلك، إلى أولاده إلى غير ذلك. هنا بداوا يفكروا للمستعمرين الفرنسيين باش نعرفوا يعني هذه النوعية. في سنة 1867 عملوا قانون اللي هو قانون التأسيس للرياضة العسكرية. علاش الرياضة العسكرية؟ باش ياخذوا ابنائنا يدخلوهم في الجيش ديالهم ويقهروا به ابناء المجتمع في فتحاتهم كما يقولوهما في المدن والأياف، لانه في سنوات مختلفة لغاية طبعا المقاني والترنية. زيادة على هذا، هذه مرحلة التأسيس، بداوا يديروا في هاد باش يلهيوا الشباب ويجبدوهم ويدخلوهم في نوادي رياضية إلى غير ذلك. بعد سنة 1901، خاصة تلك المرحلة المظلمة للشعب الجزائري، كان الغالب الاستعمار يزحف على المدن، على الجبال، على قضاء المقاومات، كيما يسمع مقاومة لهيك يروح يجمع الجيش ديالو كامل تما ويقضي عليها، يدخل فريق تسود إلى غير ذلك. هنا بعد 1901 نحمد ربي اللي الوعي الفكري لأبنائنا بدأ يستنير، وأعطي الدليل يعني كنوات أولية على الأقل، أقول فروح الوطنية موجودة، ولكن اللي باينة في إطار الحركة الوطنية الإصلاحية الجزائرية اللي هما جاءوا من مكة الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله والبشير الإبراهيمي سنة 1913 بعد الزيارة التي قام بها العلامة الشيخ محمد عبدو للجزائر سنة 1903، بعد كذا بعد كذا بعد كذا. هنا بدأ الوعي تحدثوا الشخصيات هادو وهما نواة لمجتمع الشعب كامل في الجانب السياسي، في الجانب كذا، في الجانب كذا، ما يجبش نغفل ولو كان كما يقولوا لحظة من لحظات الشعب الجزائري في كافة الفئات ديالو. قالوا واش قالوا في الأهداف ديالهم؟ يجب أننا نحافظ على اللغة العربية، أننا نحافظ على هذا الوطن، أننا نوعي هذا الشعب باللي هذا الوطن الجزائري موحد، كان كذا كان كذا كان كذا كان كذا إلى آخره. النكدة. فهذه الأفكار جاءت بعد الحرب العالمية الأولى، وخاصة في بداية بعض التسميات تبرزوا في الهيئات الاجتماعية اللي نعرف الآن المجتمع المدني، في الهيئات الاجتماعية هذه الهيئات مثل مثلا جمعية الفلاح، جمعية الفتح، جمعية الكشافة، كذا إلى آخره. وكان حظنا أيضا بعدها مباشرة كان في ذلك الوقت صدى
يعني للروح نتاع النضال الجزائري اللي هو الامير خالد في ذلك الوقت، وكان يبرز وخاصه اصحاب الحراس كان يروح بالحصان ويقف تما ويدير الصفيفه هكذا ويدير يعني الالوان تاع العلم الجزائري بشكله الحالي او الكشافه. فالمواطنين اللي يحبوا هذا الوطن والغيورين اللي قاموا في سنه 1860 حتى 1870 حتى 1800، الفرنسيين لما كانوا بداوا يديروا الكنائس كل حومه، ومن بعد الجزائريين يروحوا يديروا جمعيه ويديروا مسجد قدامها. في شوفوا البلد، شوفوا الولايه المدن كامل في الجزائر وين داروا الكنائس، الا وتصيب مسجد بعد سنتين ثلاثه ندا بعدها. هذا ملاش باش يعرفوا باللي احنا هنا والجزائر جزائرنا والجزائر مسلمه عربيه امازيغيه. هذا هو الاصل تاع لاخروسمون. وهذه المحطات كما قلت في سنه في العشرينيات قلنا بدا الوعي الفكري يتطور بدا لاخروسمون. هنا بعض السياسيين اللي بزوا بعد في الثلاثينيات راكم تعرفوهم، وكنا نتكلموا في بعض الاحيان ساعه لامتيال دير ومش عارف واش ومصالي الحاج وفرحه عباس وجمعيه العلماء وكذا، واجتمعوا في العناصر في سنه 36 وهزل الى اخره. كل هذه الاحداث التاريخيه موجوده، ولكن يا هل ترى سالنا انفسنا لماذا حاولوا يجتمعوا ويتلاقوا رغم الافكار السياسيه اللي كانت موجوده متفرقه في ذلك الوقت؟ لأن الوطن هو اللي كان يجمعنا، الوطن هو اللي كان ينادينا في ذلك الوقت. وتصوروا بعد ذلك في العشرينيات إنشاء نادي الترقي، أكبر نادي للحركة الإصلاحية الجزائرية في ساحة الشهداء. هذا النادي الذي كان فيه 72 عالم ومعروفين، العربي تبسي العقبي بن باديس كدا إلى آخره إلى آخره، وأسسوا هذا النادي. هذا النادي ما بقاش نادي فكري ثقافي، بدا نادي رياضي ايضا، يعني جاب حتى المولوديه كانت تما، من قبلها كانت كذلك بعض الفرق الاخرى التي اسست باسماء اخرى، وكانوا فيها مناضلين جزائريين وكذا الى اخره. فرنسا تنبهت لانشاء النوادي في ذلك الوقت بعد العشرينيات، احنا نعرفوا مولوديه انشئت في سنه 1921، السياسي عندها ثلاث محطات من 1898 الى غايه لغايه 1926 و27، ثلاث محطات. يا هذه المحطات مترابطه باش تكون السياسي هي كذا. كذلك انشاء بعض الفرق الاخرى باسم المولوديه، باسم الاتحاد الاسلامي الرياضي كذا الى ميزون كاري، التي كانت نواه، كانت نواة أيضا في الحراس للحركة الإصلاحية الجزائرية والمناضلين السياسيين. سوف إن شاء الله أقدم هذا البحث في الحراس عما قريب إن شاء الله حول هذا الموضوع، ولهذا لابد باش نروح في هذه المرحلة. هذه الأفكار السياسية والقادة السياسيين والحركة تاع جمعية العلماء والعلماء قرروا باش يكافحوا من تحت باسم الدين، باسم الاخلاق، باسم التربيه، باسم اللغه العربيه، باسم كذا المدارس الحره كذا. يكفينا فخرا ان الشيخ البشير الابراهيمي في كتابه مآثر الشيخ البشير الابراهيمي يقول على احد المحسنين 11 مدرسه حره في ذلك الوقت بناها على المستوى الوطني، ويكتبها له في رساله، في رساله منشوره في مآثر الشيخ البشير الابراهيمي. يكفينا فخرا ايضا أنه في ذلك الوقت أبنائنا الذين جاءوا من المهجر وأخذوا الأفكار السياسية من كفاح الأوروبيين ونضالهم وكذا وكذا، وحاولوا باش يندمجوا هنا مع الشعب الجزائري في هذا الآخر. احنا هذاك الوقت ما نعرفوش، وكان والدينا مثلا الغالب وما خلوناش نقراو، والدينا مساكن مقاوش كانوا كذا، المخير فينا كان يروح يقرا في اللوحه مثلا، الى حفظ شويه القران الى كذا في البوادي في كذا. اصحاب المدينه اللي يرضوا عليه الفرنسيين يخليه يكمل يقرا شويه، باش علاش؟ باش من بعد يستعملوه كما يقولوه عصا تاع الاخر فوق الشعب الجزائري، يعينوه شاوش، يعينوه قارد، يعينوه مش عارف واش، يعينوه في القرى، وقال هاك الحصان وهاك كذا وهاك الاخر واسمه الى اخره، يعني يجلدونا بابنائنا. وهذه الافكار هذه كلها لاغلوزمو تراكمت
في هذه الأمور هذه في الحركة الوطنية الإصلاحية. لهذا أحث دائما وأتكلم مع الباحثين والمؤرخين والشباب وغيرهم أن الحركة الوطنية كلها كاملة ليست متجزئة. فهذا دار 500 لأخذ 10 لأخذ كذا لأخذ كذا إلى آخره. يكفينا فخرا أنه في سنة 38 شكون اللي كان يقول لأخر اسمه 38 الشيخ عبد الحميد بن باليس يحبط بالليل على الاخر اسمو على 11 تعدلين لاحد مناطق الوطن باش ما نقولوش اذا كان مشى لهذيك المنطقه ممكن مشى لجهات وحدها ويسال احد علماء تلك المنطقه ويقول لهم يا هل تراش دلوني اذا كان ممكن الحق الوقت باش نقوموا بالثوره. هذا مسجل في كتاب تاع احد رجال الإصلاح إلى غير ذلك. نفس الشيء أبنائنا الذين أخذوا نوع من النضال نوع من الكفاح في أوروبا ودخلوا مثل مثلا ما أخذ عن الكشفة الإسلامية الجزائرية التي تأسست في ظل النوادي الرياضية في ظل النوادي الثقافية في ظل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في ظل كذا إلى آخره. وطبعا عندي بحث سميته من بادن باول إلى الشهيد بوراس. هذا الشهيد اللي كان في سنة 1931 من بين الإطارات التي كانت في المولودية وكذلك في ميزون كاري تاع الحراش وكان أيضا باعث للحركة الإصلاح للنهضة الثقافية الفكرية في منطقة الحراش. فأسسوا طبعا قاعة للملاكمة اسمها قاعة برازة تخرج منها عدد من الملاكمين ورسموا الشعار تاع الكشافة والعلم الجزائري ولعب الحراش بالعلم الجزائري إلى غير ذلك. نأتي إلى مرحلة صعبة جدا بعد 8 ماي 45 وين الحركة تكسرت وزادت التأمت من جديد. التأمت لماذا؟ باش هنا نشوفوا كتابات فرحة عباس هنا نشوفوا كذا هنا نشوفوا مش عارف واش المناضلين الذين سمعوا فيما بعد الذين قرأوا في الجامعة والمدرسة القرآنية وبدأوا أخذوا مبادئ بدأوا يلتقيوا مع بعضهم اللي زادوا في العشرينيات وفي الثلاثينيات صبحوا الآن يانعين 20 سنة و 25 سنة بدأوا يفكروا. وهنا بدأت في سنة 46 47 48 إلى غير ذلك والتواريخ محدودة في الحركة الوطنية الجزائرية باش يلتقيوا مع بعضهم. وحاولت فرنسا تزيد تكسرهم تدخلهم في الانتخابات وتدخلهم في كذا ومش عارف واش إلى آخره. رغم هذا نحمد ربي يا جماعة إذا كان جمعية العلماء في الثلاثينيات وكذا إذا كان هذه الأحزاب ولا الزوج الناس الأفكار السياسية جاءوا مجموعة من الشباب آمنوا بأن استقلال الجزائر يجب أن يكون في هذه الفترة. فتكونت المجموعات اللجنة الثورية الوحدة والعمل تكونوا كذا تكونوا كذا وكم الضحايا كم تعرفوا الضحايا اللي راحوا في 53 52 من بين القادة من بين اللي تعرفوهم من بين كذا إلى آخره. لهذا والحمد لله مجموعة 6 ولا مجموعة 9 ولا مجموعة 22 والخلايا تاعهم في المدن والأرياف للإعداد ليوم الحسم يوم أول نوفمبر 54. هذا يوم أول نوفمبر 54 يسعدنا جدا أن اليوم نستذكر في هذا المكان على ذلك الذي كتب على الأقل بيان أول نوفمبر والذي ترجمه إلى اللغة العربية محمد زدور الذي أخذ فيما بعد ورمي من طائف هنا ناحية لغاية ترويبة ولا لغاية الحميز إلى غير ذلك والجسم دياله ما صبناش. وكذلك تلك يعني الحوادث يعني الأحداث الهامة التي وقعت في ذلك الوقت. وجاء اليوم الموعود يوم أول نوفمبر بكتابة أول نوفمبر وإداعته في إداعة صوت العرب من القاهرة عن طريق أحمد سعيد ثم جاء من بعده تلة من الإعلاميين الكبار منهم المجاهد عيسى مسعودي وآخرون كذلك فيما بعد في صوت الجزائر الحرة من كل البلدان العربية وكذلك من تونس وكذلك هنا من هاته الجبال الشامخات اللي هي في الجزائر. شعراؤنا وأدباؤنا سجلوا لنا ومجدوا في شعرهم وفي مقالاتهم وفي قصصهم هاته نبذ التاريخ وما زال ماشي كافي ماشي كافي على الكتاب على المجاهدين على الذاكرة على وزارة المجاهدين على كل الهيئات الثقافية على الأساتذة الجامعيين
انهم يتخلاو من الكرسي الكرسي الجامعه وكرسي الحضور ويخرجوا للميدان للبحث والتنقيب، وبفضلهم لان الدوله الجزائريه اعطت مكانه للعلم، اعطت مكانه للعلم، لانه كانت تاخذهم الاولاد اللي يجيو يتجندوا تقول لهم ما دخلوا نبعثوكم تقراوا في تونس في مصر في جهات واحده اخرى الى غير ذلك. والاخ اخ الشهيد عباس الغرور او موجود معنا هنا في من بين الطلبه اللي يعني كانوا له، وكذلك الاخ جماعه طلبه القاهره على الاقل بعد الستينات هنا. وتعرفوا بالهواري ابو مدين الله يرحمه رئيس الجمهوريه الجزائريه المناضل العقيد في الجيش، لان الجيش في بدايته في 54 55 56 هو الاساس نتاع بناء هذه الدوله وتحرير هذه الدوله. ثم تاتي جبهه التحرير الوطني التي واصلت في مجالها السياسي ومجالها العسكري في الثوره بعد بيان نوفمبر، بعد الصحفيين، بعد الناس اللي كتبوا، بعد اداعته. كان هنالك طبعا فرنسا راحت تزيد تحاصر هذه الطور، وانتم ما تعرفوا يعني لو نقول لكم فقط ان مثلا ولايه قادتها جازوا 7 قاده وما شاء الله، هذا ديدوش مراد استشهد، هذا زيغود يوسف بعده استشهد، هذا بن طوبال مجاهد حي بعد الاستقلال الله يرحمهم كذلك، هذا علي كافي، هذا ابو بنيده، يعني شخصيات كما هادو في 5 سنوات 6 سنوات ولا 7 سنوات يجوزوا في ولايه، وهكذا دواليك في ولايه الاخرى وفي الولايه الاخرى وفي الولايات الاخرى. في هنا في العاصمه كانت بول للفدائيين في القصبه، كل بيت تحكي حكاية المجاهدين الذين كانوا يتخبأوا فيها. لابد أن نحافظ على التراث نتاع هذه المدينة وغيرها من المدن في قسنطينة في وهران في الغرب في الجنوب في غيرها في الجبال تحت الديسة، تحت الديسة اللي ما عرفش القمل والصبان والبلغوت والحشيش 7 سنين هما ياكلوا في الحشيش، واللي ما عرفش كذا وما عرفش كذا، هادو أبائنا وأولادنا اللي عاشوا المخضرمين حتى الاستقلال، وكان عندهم على الأقل مقارش ولكن عندهم تشبع للروح الوطنية للجزائر الحبيبة للبناء والتشييد ديالها. رغم أنهم مقارش جاوا في 62 صبنا الدعوة خاوية، ما كاش كيفاش ما كاش حتى اللي يكتبوا لنا اللي يسقط في الشهادة الابتدائية نديروه يعلم وهي رايحة باش نسدوا الفراغات. والحمد لله راكم تعرفوا القضية نتاع الإذاعة والتلفزيون الجزائرية لما رفع العلم الجزائري في 62 في 28 أكتوبر 62 وكيفية اللي تكنيسيا اللي كانوا تما هم اللي قاموا بالواجب إلى غيره. مثل هذه المحطات يجب أن نسترجعها في كل لحظة قبل أن أصل إلى هذه المرحلة. أذكركم بالموضوع اللي هو اليوم أنه كل الناس تتكلم على الرياضة، والرياضة هذه كما جازت في مراحلها، وكان الهدف الأساسي أنه في القصبة في سنة 55 تكونت فرق للأحياء من مجموعة من بينهم حمادي وأدير وجماعة وبسطنجي وجماعة، وكانوا يلعبوا في الحي كما يقولوا ما يعرف بالدابخ والبالو الصغير هذاك وبالتقاشر وغيرها، ويجمعوا الدراهم باش يبنيوا المساجد في ذلك الوقت وباش يعطيوا الثوره في ذلك الوقت في سنة 55. هذا في سنة 55 في مدن مثل القصبة ومدن أخرى وجهات أخرى نفس الشيء. وكان الفضل أنه حتى الشيخ سحنون أحد أعلام ولاية الجزائر كان يجمع الدراهم بواسطة كرة القدم باش يبنيوا مسجد بلوغين في ذلك الوقت في دار الاستعمار الفرنسي إلى غير ذلك. ووصلنا لسنة 56 اللي كان فيه لقاء بين فريق تاع المسلمين الجزائريين ضد سانتوجان في سانتوجان ولا غير اسمه، وقعت معركة كبيرة بين الفريق تاعنا اللي هو مولودية الجزائر ضد هذا الفريق فوالا هذه، وكان الناس الكبار يعيشين هذا الشيء. وانا في المحاضرة تاع السنة اللي فاتت لأن معوش لاعب كرة القدم اللي جاء فيما بعد كان ديجا يلعب في هذا الفريق في الاخر اسمه في ذلك الوقت. وجات طبعا هذه المرحله هنا جبهه التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني قرروا باش يوقفوا الرياضه باش ما يكونش صدام مع القوه هنايا وتكون القتيله والملاهي والاخر وكذا الى اخره. هنا وين خرجت الرياضه الجزائريه وكما السياسيين اللي موجودين عندنا والطلبه الى تونس. في تونس كان الحظ الكبير ان
الخلية تعجب التحرير الوطني وجهة التحرير الوطني. وأذكر لي المؤسس الفريق هاي موجود، احنا كتبنا هذا الموضوع في سنة 82 بمناسبة التأهل والجريدة موجودة هنا ذكر في الأخير نوريها لكم مجموعة من الصور كذلك على الجولة العربية في تلاخو. وكانوا قروا أبناء المغرب العربي في ذلك الوقت الحبيب بورقيبة وفرحات عباس في باسم جبهة التحرير الوطني، وكان محمد صديق بن يحيى بالمناسبة اليوم والباح الذكرى تاع الوفاة هذا العلامة كما يقولوا محمد صديق بن يحيى صاحب يعني المواقف واتفاقيات إيفيون ومفاوضات اتفاقيات إيفيون، ويعني الوزير في الدبلوماسية الجزائرية صاحب الفاصلة اللي يحسبوه الفرنسيين يحسب لكل فاصلة، وهذا فخر كبير أن الجزائر تنجب مثل هؤلاء المجاهدين وهؤلاء المناضلين وغيرهم كثيرون من الذين استشهدوا بالمقصلة، من الذين استشهدوا في المعارك، من الذين استشهدوهم في الطريق، من الذين أحرقتهم النابالم وغيرها من الطائرات وغيرها. هنا في هذه المرحلة بالذات فكر مجموعة من الطلبة في تونس ومجموعة من الجيش دخلوا من وكان فيه عندنا الحد زوج لعابة ولا ثلاثة يلعبوا في حمام الليف في تونس اللي هم زرار لاعب اللي معروف وكريمو تاع اتحاد العاصمة وكذلك دودو تاع حماة عنابة. فكان هذا مؤسس هذا الفريق يعني لكلفوه جبهة التحرير الوطني في الفترة ما بين أول ماي بمناسبة الذكرى تاع العمال قالوا يلا نجربوا نديروا مقابلات. هذه المقابله نسميوها دور جميله بوحيد. احضر مش الفريق ناسيونال تاع تونس وتعالى، كان فريق الاتحاد الليبي، كان فريق من تونس كذلك، كان فريق من المغرب فيه امبارك اللي يلعب امبارك الاسمر بامبارك، والفريق الجزائري متكون من مجموعه من الطلبه، مجموعه من الجيش، مجموعه من الثلاث لعابه هادو، وداروا دور سموها واش جميلة بحيرة التي كانت في السجن في ذلك الوقت أطال الله في عمرها وكان كذا إلى آخره. ونال الفريق الجزائري هذا اللي بتكون الأخر نال هذه الدورة بالأخر، وعندي الوثيقة لما كتبوا عليهم في تونس في هذه الدورة في سنة 57. بعد شهرين أو ثلاثة بعد هذه الدورة جبهة التحرير الوطني اجتمعوا في تونس وقال لك هذه الرياضة أعطت صدى كبير للثورة الجزائرية، الصحافة تكتب والإعلام يكتب وكذا إلى آخره على الأقل على مستوى المغرب العربي. فقالوا ولما لم هذا الفريق ما نزيدوش نبعتوه ناحية المشرق العربي، فراح بعتوه ليبيا على متن عربة تاع ترانسبور تاع الخضرة لحقوا ليبيا ولعبوا مقابلات خمس مقابلات، وكان الملك دريس السنوسي اللي هو ابن الزاوية الجزائرية كان الملك على استقبلهم ودالهم ما شاء الله الصور موجودين هنا. وكنت العام اللي فات عطيت 25 صورة ولا 24 صورة لجريدة المجاهد وداروها في معرض هنا كأرشيف لهذا الموضوع. بعدها بعد ليبيا وصلوا للقاهرة صابوا الاحتفالات المصرية مع سوريا الوحدة المصرية السورية وصابوا الشعب في اسكندرية وفي أماكن وحدها الجماهير المصرية تنادي يا جمال يا جمال الجزائر بعد القنال، وهذا مكتوب في الصحافة يعني أنا شفته لما كنت طالب في القاهرة فيما بعد شفت هذه الأمور هذه. وما كانت عندنا هذاك الوقت إمكانيات باش نصوره وباش ندير وكذا باش، لكن بقات في الذاكرة على الأقل بقات في الذاكرة، وإحنا باتصال يعني ممكن نجمعوا هذه المقالات الصحفية لذلك الوقت من تونس من ليبيا من مصر ثم سوريا ثم العراق. في العراق وقع مشكل كبير أنهم كانوا يهيئوا باش يكون الانقلاب على نوري السعيد اللي كان هو اللي شاد العراق، فقالوا لهم في كربلاء منطقة كربلاء وأنتم تعرفوا منطقة كربلاء واش فيها إلى غير ذلك، قالوا لهم عندكم في كم 24 ساعة لازم تغادروا لأنه كاين أحداث كذا. الفريق الجزائري من ثم راح الأردن، الأردن استقبلهم الملك حسين، هاي الصورة هنا الملك حسين يستقبلهم مع هذا صالح سعيدو من قسنطينة كان يلعب في مولودية قسنطينة وكان يلعب في كما يقولوا في السياسة الكونستانتين في سنة 48-49 وكلف باش بتشير الفريق هذا وتدريبه. وهنا هنا 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 في فلسطين هنا عبد الكريم الخطابي هنا هنا عبد الكريم الخطابي تاع المغرب هاو معاهم هنايا، وهذه في ليبيا في مصر في جزائر كذا الى اخره. هذا هو الفريق الاصلي تاع فريق التحرير الوطني في ذلك الوقت.
بعد مباشرة هذا الفريق أدى عدة مقابلات ووصلوا اللعابة حتى حوالي 32 لاعب، وكانوا فازوا بكل المقابلات، وكان لهم شرف كبير باش أنهم يمثلوا الجزائر والصحافة العربية تكتشف، أقول تزيد في الاكتشاف تاع الثورة الجزائرية الحقيقية، المجاهدين، الجيش، الجبهة، الشعب الجزائري واش كان يعاني، اللي لاخروا سمو وكتبت الصحافة وما شاء الله ولاخروا سمو ووصلت الجامعة الدول العربية وجهات واحدة أخرى والإعلاميين والمثقفين. جبهة التحرير الوطني وجهة التحرير الوطني في تونس كان في ذلك الوقت كما قلت كاين واحد اسمه التريكي ساهم بالدراهم مع مؤسسة اللي كانت نتاع البشير الإبراهيمي امبور اكسبور في المغرب العربي، وساهمت في المساهمات زياده على الدعم تاع الحبيب بورقيبه وجماعه اللي كانوا في تونس الى غير ذلك، واعطوا مكانه لهذا الفريق وعرفوا بالقضيه الوطنيه الجزائريه في المحافل العربيه. هنا مما شجع فريق الجبهه ولا في تونس القياديين قال لك مدام الرياضة أعطت هذا الصدى وعرفت بالقضية الجزائرية ورفعت العلم الجزائري خفاقا ما بين الأمم العربية والناس سمعوا ملخلوزهم، لما لا ما نستدعيش اللعابة المحترفين تاعنا اللي كانوا اللي هم موجودين في فرنسا. وهنا تبدأ القصة الثانية لفريق جبهة التحرير الوطني بعد استدعائهم أولئك اللاعبين الذين كانوا عملية التواصل بين هذا الفريق تاع الجيش الغالب ما تكلموش عليهم من قبل بزاف، ما كانوش لأنه الناس كامل اللي فيه تقريبا ماتوا ما عدا واحد ولا زوج، التقيتهم كشخص درت معهم حوار وخطاوني كل المعلومات، وكذلك مؤسس الفريق صالح سعيد هذا في قسنطين الله يرحمه في سنة 85 وكتب زوج صفحات رياضية حول هذا الموضوع، وكذلك خليت يعني الفريق يعاود وديت يعني عدة محاضرات في هذا المجال في بسكرة هنا في المركز الثقافي الإسلامي في المسرح تاع قسنطينة حتى أقنع المجاهدين وأقنع المناضلين بأن هناك نقطة البداية في الثورة التحريرية للرياضة الجزائرية، هاي كيفاش كانت وكانوا يسميوها وكان كذا وكان كذا وكان كذا، ثم جاء قلت هذا الفريق اللامع بفنياته والشخصيات التي كانوا مثل بنتيفور مثل كما يقولوا مخلوفي معوش الله نتمنى له الشفاء العاجل، قالوا لنا طاح هذه الأيامات في كذا وكذا، كل اللعابة يعني حوالي 6 ولعبوا هذا الفريق تاع جبهة التحرير الوطني حوالي 92 مقابلة في زيارتهم للمشرق العربي ناحية حتى الصين، واستقبلوهم هوشي مينهو وغيرهم وتحدثوا عليه الكثير من الناس اللي تكلموا على هذا الفريق وكتبوا وما زال لازم نكتبوا، لأنه حتى اللعابة هذو اللي كانوا 36 ما لحد الساعة ما دونا لهمش السيارة الذاتية تاعهم، لأنه من خلال السيارة الذاتية تاعهم هذوك يمكن أننا ندعم هذا الفريق وكذلك الفريق اللي قبله وكذلك الفريق الأخرى التي تأسست وحملت العلم الوطني الجزائري، وكان صدى كبير بالنسبة للثورة الجزائرية حتى أن الحكومة المؤقتة والأولى والثانية والثالثة أعطوا مكان الجزائر، وكانوا كذلك في بداية الاستقلال هم النواة الأولى للفريق الجزائرية هنا، شكون ما يعرفش بنتيفور في لويسما، شكون ما يعرفش بوبكر في الاخر، شكون ما يعرفش بنفضة، شكون ما يعرفش كدا، شكون ما يعرفش كدا، شكون ما يعرفش معوش، شكون ما يعرفش زوبا، شكون ما يعرفش كدا، الله يرحمهم اللي ماتوا الله يرحمهم واللي بقوا حيين ربي يطول أعمارهم، إذا كان باقيين ثلاثة ولا أربعة نظن ولا ما يعرفوش ثلاثة باقيين ثلاثة، ولهذا لابد علينا أن نسترجع هذه الذاكرة، و مشعل الشهيد هي جزء من عمل لتسجيل الذاكرة الجزائرية في كافة المجالات ومع مختلف الشخصيات وكافة الأحداث، هم مشكورين على هذا ومشكور يعني نتمنى مثل هذه اللقاءات أن تكون القاعة قسم ولا زوج تاع الطلبة تاع الجامعة ونتاع الثانويات ونتاع جهات أخرى إلى زيادة على إخواننا المجاهدين الذين عندما يسمعون هكذا كلاما حول الثورة تقشعر يعني أنفسهم ويسترجعون هذه الذاكرة، ولا بد نحكي لأولادنا
ولا نسترجع باللي احنا الثوره يا جماعه اي ماشي كما انا عايشين دوك، عندنا الفيسبوك وعندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا، لازم نسترجع هذيك الاحداث للواقع الزمني تاعهم والواقع الخلوسمو اللي ما عندهم والو، ما عندهم والو، كان الاستعمار فوقهم، كان يقهر فيهم، كان يتبعهم، اذا ظهر عالم يدير له مكيده، اذا ظهر انسان مصلح يدير له مكيده، اذا كذا وهكذا نتحايلوا ابناء الشعب الجزائري في مختلف المجالات، تحايلوا باش يوصلوا الامانه طبعا لاستقلال الجزائر وامانه الاجيال. وكذلك لابد الان نتكلم على الان كيفيه نظرتنا لهذه الرؤيه، لابد اننا نعيش نتكلم اننا اولا يجب ان نتحد، ثانيا لابد ان نحس بان هنالك خطر ضدنا مثل ما يفككوا في البلدان الاخر ويحاولوا باش يفكوا هذه الوحده الوطنيه للشعب الجزائري. كذلك الضغوطات المختلفه على الصحفيين، على الاعلاميين، على ابناء الشعب الخيرين، على المثقفين، على المجاهدين، على ابناء الشهداء، على ابناء المجاهدين، على المصلحين في هذا الوطن، انهم يحافظوا على هذه الامانه. باش يحافظوا عليها؟ يحافظوا عليها بالعمل، بالإتقان، باش يحافظوا عليها بإحياء الذاكرة، يوصلوها لأبنائنا، يحافظوا علينا عليها بالوحدة الوطنية، يحافظوا عليها بتتمين كل هذه المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعطائها بعد كبير باش يكون الخير في بلادنا والخير موجود في بلادنا، وهو ما تسعى إليه دولتنا الحديثة والجديدة في ظل هذه الأفكار. يجب أن نتكيف فقط مع المعلومات العالمية، مع تلك التي تحاول أن تنخز في الشعب الجزائري عن طريق الفيسبوك وعن طريق أبنائنا، وعدم القناعة في بعض الأحيان وعدم كذا والوقوع في الفخ وغيرها من الأمور. لكن يبقى دائما مرحلة الجزائر علمتنا وتاريخ الجزائر علمنا أن في كل مرحلة مواقف، في كل مرحلة رجال، ولو كانوا قليلين الحمد لله شيء كثير، ما شاء الله 36 جامعة في الجزائر تخرج دكاترة وأساتذة، ما عليهم إلا أن يخرجوا للميدان، ما عليهم إلا أن يتكفلوا بأبنائنا في التربية والأخلاق والتعليم، وأن عماد التقدم في بلادنا اليوم هو علم بلا طبقية، هو علم بلا احتكار، هو علم بلا كهنوت، هو علم مفتوح للجميع، كل بقدر حدوده. ويكفينا فخرا أن أبنائنا الآن متنوعين يعني المعارف والإمكانيات موجودة أن يتمكنوا من استخدامها، خاصة هذه المعطيات الجديدة في الرقمنة والحاجة الأخرى إلى آخره، وكذلك الرجوع إلى الأرشيف وتعزيز الوحدة الوطنية والسلم والأمان والاطمئنان. والحمد لله أننا لما نخرج اليوم مثل مش كما بنانا كان يهبط من القصبة في الدرج ولا يخرج من الجبل يعس، بلاك جاي الطيارة، بلاك جاي فلان، بلاك جاي القوي يضربوا بالكتب، بلاك كذا، بلاك ينحلوا القفة، إلى غير ذلك. والآن نخرج ما شاء الله فضاء والاخر اسمه، في بعض الاحيان نتفلسف، في بعض الاحيان تدخلنا هذيك الاخر اسمه مبادئ وما كما يقول واحد حاجه واحده اخرى، ايمان بقضايا. صحيح اننا نختلف في بعض الاحيان في الافكار، ولكن لا نختلف عن الوطن، لان كل هذه الامور فهي رساله، اما الوطن فهو امانه. في الاخير اقول لكم اسعدتم صباحا، استسمحكم في هذه اللحظات التي نستذكر فيها مثل هؤلاء الأبطال المجاهدين، وفيه شيء كثير يعني يمكنني أن أقوله، ولكني سوف أذكركم فقط بهذه نظرنا وشافها سي عربادي، كل الصور هذه اللي سلمتها لجيش المجاهد، كذلك بعض المقالات الصحفية التي كتبناها، هذا أحد اللاعبين تاع فريق الجيش، ها هو هنا من تبسة، يعني ساءت الصدفة أنني تحصلت على المقال بعد وفاته، لو كان رحت له حتى لتبسة كما السيد تاع قنطينة، كما هذا نمير شبلي تاع العالمة، كما واحد آخر، كما كذا، تنقلت لهم لما نسمع بواحد مازال حي نتنقل له ونسجل، لكنني سجلت يعني كل المعلومات فيما يخص طبعا هذا الفريق، وأني نواصل ولو كان نبقى وحدي. ها أول فريق، ها حتى بأسماء يعني ماهيش اللي موجودة في فريق تاع فلان،
كلهم مجاهدين ولا طلبة ولا لاخر اسمه. هذا هو فريق اللي تكلمنا عليه اليوم، وإن شاء الله سوف يكون لنا حديث آخر في تحليل آخر إن شاء الله في أماكن أخرى وفي قنوات أخرى مع الطلبة ومع التلاميذ، على أن الرياضة في الإسلام أعطاها مكانة، على أن العلم الإسلام أعطاه مكانة، على أن الدولة الجزائرية تعمل اليوم لتوفير المنصب والموقع يعني كرسي الدراسة لكل تلامذتنا، لكن مع الأسف في بعض الأحيان أننا نفرط في هذه الطاقات، ويجب أن نتنبه كسياسيين ونتنبه كأبناء هذا الوطن اللي نحبوه اللي ضحينا لوالدينا اللي أنا ما عشت، لكن لما يتكلم واحد مجاهد هنا ولا لهيك ولا مكان واحد آخر وكذا، لابد نشعر بأن بهذه العزة بهذه الكرامة بهذا الوطن العزيز اللي هو الآن في إيدينا، يجب أن نحسن تسييره، يجب أن نكون متحدين، وحتى وإن اختلفنا في بعض المناهج قصدي المناهج تاع العمل طريقة العمل، فالأفضل هو اللي يدير. يكفينا فخرا أن في العلم في القرآن في ديننا الإسلامي الحنيف في القرآن أكثر من 800 كلمة تحوتنا على العلم، يعني يكفينا فخرا أنه هذا الدين الحنيف المتسامح الحضاري القيم إلى آخره، المساجد نتاعنا ما شاء الله، راكم تشوفوا ردة الفعل نتاع الثورة نتاع البناء والتشييد بعد الاستقلال، لا فيجي كان باش يمسح دار الكنيسة تما ويدي أولادنا اليتامى ويعطي لهم الدروس باش يوليو مسيحيين، الحمد لله وصلنا للاستقلال وما شاء الله، والدولة الجزائرية تفكر في الجامع الكبير، هذا الجامع هذا الصرح الثقافي الفكري إلى آخره، القصبة شحال من مسجد شحال من زاوية شحال من عالم شحال من كذا، القصور اللي موجودة قسنطينة وهران في كل كافة المناطق، يعني سواء في الزوايا سواء في كذا إلى آخره، كل هذه الأمور يجب أن يكون فرات ثقافيا للذاكرة، والذاكرة لا تنسى وهي فخرنا واعتزازنا. رحم الله الشهداء وأسكنهم فسيح جنانه، أطال الله في عمر المجاهدين الذين بقوا أحياء، الله ينير طريق أبنائنا في مختلف المجالات من أجل بناء هذا الوطن، الله ينير الطريق أمام سياسيين ومسؤولين من أجل إيجاد السلم الاجتماعي وكذلك البناء والتشييد، ويكون عند حسن ظن أبناء هذا الشعب اللي هم يعني يمثلوا كافة الشرائح تاع المجتمع، وكذلك هم أبناء هؤلاء الأبطال من شهدائنا البراء ومجاهدينا. في الأخير رحم الله الشهداء وأسكنهم في سيح جنانه، أشكر جريدة المجاهد، أشكر مشعل الشهيد، أشكركم أنتم أبائي وأصدقائي، أشكر كافة الحاضرين على حضورهم لهذه النبذة الفكرية التي ربما نمو فيها الشيء الكثير، لكنني حاولت أن أعطي نقاطا هكذا حتى نستنير بهذا الأمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذنا الفاضل، على كل حال انت وفيت، احنا لازمنا نكونوا صرحاء، احنا هذه المرة احنا اللي ما وفيناش لظروف خاصة، وظروف كل مرحلة عندها يقول لك لكل جواد كبوة، فان شاء الله ما زالوا الايام القادمة. نحيل الكلمة الى المجاهد سي عرباجي، ربما بعض الإخوة اللي كشما عندهم تساؤلات ولا حاجة، ثم نختم هذا اللقاء في حدود 11:30 إن شاء الله. تفضل سي عرباجي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا نضيف بعد كلمة لربي ربما الأخ تبارك الله وفيه على الشيء اللي قالوا ربما أنساهم. الأولى نتكلم على سانت وجال، قال الشيخ زحنون، الشيخ زحنون تما كان مع الشيخ عبد اللطيف، كانوا في زوج، كانوا يهضروا على الوطنية، احنا كنا صغار كنا في الكشافة ودونا نعصوا عليهم تما في سانت وجال، الشيء اللي كان يتكلم فيه يعني ماذا بيا حاجة ننساها نضيفها هنا. تاني هضر على الفوتبالور، عندك يا الفلال سوكان انساهم ربما لفلان سكان، كان ابريل ربما انساه، كان ولي كان
هذوك تاع فريق جبهة التحرير باه ما يكونش جبهة التحرير الوطن. احنا نهضروا على جيش التحرير. نهضروا بالواقع كمثال فقط كمثال. ما يقدرش يعطيك كمثال. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة خويا الطاط. عندك على 45، ال 45 نورمالمون كي نتكلموا عليه، 45 على كل حال من تما اللي تكونت الطورة الجزائرية، من تما اللي تكون 45. شكون اللي عطى لورد في 45؟ انت على بالك، انت على بالك مليح، ميم هو ربما على باله ونسى. أشياري، أندري أشياري هو كي اللي تي بريفي، هو اللي عطى لورد باش قتلوا 45,000. خاطر ينزم الناس باش تفهم يعني الشيء كيفاش صار، يعني كل حاجة الإنسان يبحث عليها. أنا ما عشت في الجبل، أنا عشت في المدينة. ناس كيفاش باش ولاو وقعوا البومبات هنا في العاصمة، باش الإنسان يعني. أنا مانيش يوسف السعدي ولا ما كنتش في ليطا ماجور، أنا كنت مناضل صغير برك مع المناضلين، ما نقولش مناضل كبير، مناضل صغير. باش كولت هاد البومبات هادو كيفاش؟ كاين ان جروب وان شاء الله نخلوه هنا باش يقولوا. كاين ان جروب على كل حال اللي حبس وسا اتونتا، وساها تحت سينما بلازا قهوه الحريه. هاد الجروب هدايا فيه مايدي عاشور الله يرحمه، الله يرحمه، فيه ونوري محمد ديت بتي ماروك، فيه بابا سي بوعلام، ماشي بابا سي هذا اللي يهضروا عليه، بابا سي بوعلام. هاد الثلاثة هادو حبطوا وساو عملية في قهوة الذكرى، يقولوا لها قهوة الحرية تحت سينما بلازا، كانت برنا عندها بيبان من وبين، راحوا وساو طنطا فيها. كي هربوا، هربوا من تما، ما يجي عاشور قتلوه في لاري ميزون، الله يرحم الشهداء. شافوا في مكتوبه قبل كاردون ديتي يسكن سات ري دي تاب، هذه وحده. الثانيه ونوري ديت بتي ماروك محمد، حكموه في وقت اللي كانوا ولادنا يقطعوا لهم في راسهم، شارعوا له تمتم وقطعوا له راسه، مات. بوعلان باباسي اهرب مع لا روندا وطلع الجبانه وطلع الباب جديد، ومن تما راح للالمان حتى الاستقلال بجدة. من تما وين بداو البومبات هادويا، خواتاتنا اللي بداو يوسف البومبات، على كل حال ما نقولش شكون واحد اخرين، خواتاتنا من تما وين بداو البومبات، وين مسيو كما قال سي الحاج، سي الحاج الكوميسار اليهودي نتاع دوزيام ارونديسمون، جاب بومبا دارها في دار مايدي عاشور. سي الحاج، سي الحاج، سي الحاج، سامح لي، سامح لي، سامح لي، ربما باه ما نخرجوش على روح بازي روح. الموضوع تاعنا اليوم ماهوش العمليات الفدائيه ولا البومبات ولا احنا اليوم راه داير الموضوع هو الرياضه، رياضه وفريق جيش التحرير. نعم سمعوش ربي شافيه ان شاء الله، مازال حي، على بالنا مازال حي. يوم 24 كان هنا معنا في الفوروم 24 ابريل، لا قبل يوم 14 ابريل. كان معنا هنا في الفوروم تكلمنا على انه كاين فريق انت اللي كنت تهضر عليهم، فريق جبهه التحرير. احنا اليوم حبينا نتكلموا على فريق جيش التحرير، هذا الفريق اللي ماهوش معروف، فريق جبهه التحرير عنده امبلاسات، عنده كلش، ويقول لك كاين لاعب واحد. نعم. اللي هو دودو. دودو اللي كان في فريق جيش التحرير ومن بعد زاد ولا في فريق جبهه التحرير، سي لو سول جوار اللي كان، وهذا كان في عنابه، احنا رحنا درنا له واحد اللي قال تما وكلش. عنابه. المهم هو من عنابه. اليوم انا ماذا بيا نتكلموا شويه حتى نقعدوا في الموضوع تاعنا، هو فريق جيش التحرير والدور اللي لعباته الرياضه الجزائريه. نعم.
سواء أثناء الثورة أو بعد الاستقلال يعني. هو حتى هذا الفريق اللي هو هذا الفريق فريق تعجيش تحرير قلنا. واسمح لي يا سي عباد تفضل ذكرهم حتى بالأسماء نتاع اللعابة هذو اللي كانوا في هذا الفريق. هذا الأسماء في الدفاع في حراسة المرمى كان علي دودو، نمير شبلي، كحلاوي في الدفاع، سلامي العمري كان في الحماية المدنية في الصطيف، هذا مصطفى تيتي، الأخضر لاك، مصطفى بسطانجي، الأزهر بولحبال، سعدي عبد القادر اللي كان موجود، غريب عبد الرحمن اللي كان في الودادية، وكذلك في الوسط كان جبراني عمار، وكذلك الساسي بن عطية وعبد الرحمن شوشان وشريط الأزهر وبن سعيد محمد، وفي الهجوم كان عبد القادر البليدي، عمر القالمي، نور الدين القالمي، مسعود دياب، زهرار عبد القادر، ربيح عبد الكريم، المعروف بكريمه في الاتحاد العاصمة، ثم عبد الرحمن ومساوي، وكان المدرب صالح سعيدو، وكان الكاتب معاه واحد اسمه زيور، والمسؤولين المرافقين كان أحمد معاش الذي كان سفيرا فيما بعد في ليبيا، وكان بن دادة حمودي وأيوب سماوي، وكذلك مجموعة نتاع الشخصيات في تونس القائمة موجودة ما حابش نذكرها من شخصيات جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني والشخصيات المغربية والتونسية في المجال السياسي. شكرا. بارك الله فيك. بارك الله فيك، يعطيك الصحة. هو فقط للتوضيح، فريق جيش التحرير ماشي كان فريق متنظم وكما ربما نشوفه، هو فريق عبارة عن سواء طلبة أو مجاهدين كانوا تما، كان دورة تاع اسمها داروا دورة كروية باسم المجاهدة تورنوا بمناسبة أول ماي باسم جميل أبو حيرد حتى يعطيه دفع للثورة الجزائرية. وتعريف بالثورة الجزائرية أنا في 57 يعني ثلاث سنوات، وبعدها وين جاء الفريق تاع جبهة التحرير اللي كان عنده تفضل تاع المجاهد هم ست أجزاء لطواتهم تاع المجاهد ما كاش حتى كلمة على هذا الفريق. الطاهر روح لهنا وتكلم. لا لا ما كاش حتى كلمة على هذا الفريق تاع جيش التحرير. أنا واحد من الناس كنت مولوع بهذا بصح شكون اللي نعرف زرار هذا مشكل اسوا ودودو ثاني من دودو معروف يعني دودو في عنابة. هذه هاو الاستاذ عرفنا عنده قاسم مكان بارك الله فيك نشوفوا نزيدوا نضيفوا كيف تاع شرشال 47 في 48 في اليسامدي شرشال مجموعه من الشهداء حوالي 18 في المدية في براكلي بليدة مجموعة. هادو احنا رانا نوجدوا في البعود باش نروحوا للبلديات والولايات هادوك باش نخرجوا لهم هاد الثورات تاع الأندية تاعهم. هذا هو وحتو مشعل الشهيد عنده دور في هذا المجال في برمجة هذه المحاضرات واللقاءات وكذا إلى آخره. نفس الشيء الكشافة، الآن الكشافة احنا نوجدوا لها يوم 27 ماي تعرفوا بلي تأسيس الكشافة والشهيد بوراس في 27. الآن رانا نحاولوا كيفاش ارتباطها مع الرياضة، كيفاش ارتباطها مع الحركة الوطنية، كيفاش خداو من هذا بادن باول الإجراءات التقنية، كيفاش تكون هذه الكشافه بروح وطنيه جزائريه وليس الكشافه بيوجدوا في لقاء ما شاء الله. انا عندي بحث على مثلا الشيء اللي الان ناقص وشنو نقول لكم وشنو ناقص في هذا المجال. عندنا الان حوصله على مستوى الوطني الكشافه، بصح ما عندناش وجدات الكشافه في جيجل، ما عندناش وجدات الكشافه عبده وجماعه هذو اللعابه اللي كانوا في الكشافه وسمي عليهم الملعب في قالما، ما عندناش في القسنطينه. لازم الان نخرجوا احنا كباحثين لهذه الولايات باش نخرجوا هذا الزخم الثقافي من خلال الجمعيات التي تاسست في ذلك الوقت في الكشافه والرياضه وغيرها. هذا هو الهدف الاساسي تاعنا الان، وان شاء الله يعني ان شاء الله هذا هو. يعطيكم الصحه بارك الله فيكم. اذا كش ما كاين سؤال ولا حاجه ولا نخدمه تفضل الاخ تفضل فهم تفضل بارك الله. الاستاذ خونا ربح يا تحفنا يعطيه الصحه. اذا كش ما كاين سؤال ولا حاجه والا راهي 11:30 نختموا استثنائيا هذا اليوم هذا
وان شاء الله يوم 7 او عفوا يوم 9 او يوم 10 راح تكون عندنا خاصه بالموضوع هو الهلال الاحمر الجزائري لا كرياسيون تاع الكرواسون روج، وممكن يكون نوماج لسي حسن بوكلي كاول رئيس للهلال الاحمر الجزائري 57. ربما فيها اتصالات، وانا معذره يعني خرجت اليوم خرجت درك لان معيطوا لي بحتى نحضروا هذا اللقاء، ممكن يكون يوم 9 او يوم 10 يعني الثلاثاء او الاربعاء القادم ان شاء الله. مره اخرى اشكر خونا رباح ونخلوه يقول لنا كلمه ختاميه للجميع. والله انا سعيد جدا لما نكون في مثل هذه الملتقيات، خاصه انكم لكم الفضل باش جمعتوني بزملائي في النضال القاعدي في الحركه العماليه، منهم الاستاذ قايدي والجماعه تاع الحراش، كذلك زملائي تاع القاهره 35 سنه ما شفتهمش، كذلك اباء المجاهدين، كذلك زملائي المثقفين اللي موالفين معايا محاضرات مثل حسن السعيد وكذلك حميد رابيا وسيد علي وغيرهم، هؤلاء المجاهدين اللي لغلو زياده على زميلي الشيخ عبد العزيز بكا اللي هو علامه من علامات كما يقولون النضال اللي هو موجود معنا، الكاتب أخ الشهيد عباس الغرور هو موجود معنا هنا، شخصيات أخرى يعني الحمد لله أنكم لكم الفضل اللي جمعتوني معهم ونتلقى هكا على الأقل بعد 30 سنة و 35 سنة، لكم الشكر. نتمنى في الأخير فقط أن المجموعة كامل نجي وندير صورة جماعية.